خالد 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 دراني يحيي الناس اللي تضامن معاه جميعا ويقول لكم ما تقلقوش عليا، يقول لكم انا مرتاح البال، هو مرتاح البال ويقول لكم انا صحفي حر وسابقى حر ان شاء الله مهما كان. يتمسك موقفه ويقول لكم انا مرتاح البال ونتمنى لكم انكم ما تقلقوش انتم. هذا هو الميساج. هو يقول ما تقلقوش بس يعني نتقلق. هو راه مرتاح، هو يقول لكم انا مرتاح البال ونبقى على مواقفي نبقى حر. عاودنا شكون يخرج كاع لي؟ ما احنا نورمالمون سمير جو بونس باسكو قال لك خلاص البيرمي تاعو قال لك ما تشوفوش خلاص نورمالمون. اميره اميره طابو نورمالمون سليمان حميطوش يخرج من الحراش من الحراش. سليمان حميطوش وبالعربي ما عندوش نفس الملف مع خالد راني، هما الملف تاع خالد راني فيه سليمان وسمير وحميطوش ملف واحد. احنا انا كدفاع بالحقيقه مستغرب انه كيفاش ملف واحد بطبيعه الحال، كيفاش ملف واحد فيه هذا الشيء. احنا عندنا درايه باللي الملف ما فيه والو، الملف ما يستحقش انهم يكونوا متابعين اصلا، لا سليمان لا خالد لا اي واحد فيهم يكون متابع او سمير بالعربي. لكن اللي مستغربنا اكثر كيفاش خالد راني كانت عنده رقابه قضائيه ومن بعد غرفه الاهام تعطي له ايداع، اليوم يفرج على الاخوين واحنا فرحانين بالافراج عنهم ونتمنوا الافراج على 75 مسجون، لكن مستغربين باي طريقه ولماذا ابقي على خالد راني؟ لماذا استثني خالد راني؟ هذا الشيء احنا بالنسبه لنا يطرح اكثر من تساؤل، وهو الصحفي المتميز المتمكن الصحفي الكفء. هل الجزائر هذه لا تريد ان تحترم الاكفاء، لا تحترم القدرات؟ يعني هذا شيء محزن. نشوفوا اليوم خالد راني يبقى رهن الحبس المؤقت في الظروف هذه وين يفرج عن الكثير ويستثناه، وهذا شيء احنا في الحقيقه ما نتقبلوش ونبقاو مستغربين. يعني هل هذه السلطه على وعي؟ هل هذه السلطه مدركه ما تقوم به؟ هل يمكن ان نوصل رساله نقول من خلالها اننا نريد ان ننتقل ديمقراطيا وان التحول ونحن ما زلنا نسجن الصحفي؟ هذه في 2020 الجزائر عندها صحفي في السجن، نحن الان من ضمن الدول القليله جدا في العالم اللي يسجن الصحفيين. الدول اللي يسجن الصحفيين معروفه هي الدول الشموليه الدكتاتوريه العسكريه القمعيه. يعني هذا الشيء ماهوش مقبول تماما، خاصه كما قلت انت ملف فيه ثلاث اشخاص متابعين، الملف يتصرف فيه برمته وانا نقول ماشي يتصرف فيه بالافراج او بالمنة او بالصدقة. هذا الملف ما كانش يستحق حتى المتابعة. سمير بالعربي يخرج يوم السبت في 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 وقفة احتجاجية وفي تظاهرة يرخص الدستور، سمير يمان حميطوش نفس الشيء، خالد راني كان يصور وراه الجريمة هنا. لماذا ابقي عليهم كل هذه المدة؟ واليوم وكأنهم يريدون ان يوهموا الرأي العام انهم قدموا منة وصدقة. لكن احنا نبقاو نناظروا، لازم نناظروا جميعا. لازم ما نقبلوش هذه الممارسات تاع الاعتقالات والقمع وسجن الصحفيين، خاصة الصحفيين الأحرار اللي ما يقبلوش أنهم ينباطحوا للسلطة، ما يقبلوش أن تساومهم السلطة. خالد راني من الصحفيين الذين رفضوا أي مساومة من السلطة على أن يسكتوا عن كلمة الحق، لذلك سجن وأبقي عليه الآن سجنا. أستاذ، ما هي المرحلة المقبلة لملف خالد راني؟ احنا نتمناو ان السلطه هذه الان تدارك ما تقوم به من تجاوزات من اعمال لا يمكنها ان تشرفنا احنا في 2020. خالد دراني احنا بالنسبه لنا لازم نتكاثف في الجهود، ليست فقط في العمل القضائي نحن كمحامين، لازم انتم ثاني يكون عندكم دور، انتم زملاء له في المهنه. اين هم الصحفيون؟ اين هم النخب؟ اين هم المثقفون؟ لازم يكون كل واحد يؤدي الدور تاعه من خلال شبكات، من خلال التواصل، من خلال عملية تشبيك إلى آخره، حتى يمكننا أن نؤدي رسالة واحدة لأن نحملها جميعا، وهي رسالة الحرية والديمقراطية وإرساق دولة القانون. فالإبقاء على خالد راني رهن الحبس في هذه الظروف وبهذه الطريقة، أنا نقول بأنها فيها عدة حسابات ضيقة تمارسها السلطة، فيها حسابات ضيقة. أنا قلت ما بأن حتى هذا طريقة الإفراجات التي تزامنت مع قرب 5 جويلية هي رغبة في نسبها إلى جهة سياسية ما، هذا الشيء يعني مبتذل سياسيا، هذا ابتذال سياسي.
ما يمكنش انه يكون مقبول من ناحيه الاخلاق السياسيه. لازم يكون عندنا شيء اخلاق في السياسه. ما نبقاوش انا طبعا بطبيعه الحال لا واضحه الامور بانها ممارسه سياسيه يريد ان ان ان, أن ينسب أن تنسب الى جهه ما داخل السلطه، انها تريد ان تنسب الى عبد المجيد تبون، فكانه يعني حتى يهم الراي العام بان هذه الافراجات هي عفو وهي افراجات إفراجات سياسية مغلفة قضائيا. ولكن العفو ما يقدرش يديروا لكن العفو راني نقول لك باللي العفو ما يقدرش يديروا لأنه من الناحية القانونية ما يقدرش يدير العفو. فلماذا اختير هذا التاريخ المقارب لخمسة جويلية؟ حتى يعتقد البعض على أنه عفو من الذي لا يدرك مفاهيم المقاربات القانونية والقضائية. علاه ما داروش في جوا؟ علاه ما داروش في مي؟ على دو جور على سان جويلية؟ إيه باش قال فوالا هذه الجهاد وعلا لا ماشي عفو، هذا إفراجات لكنها مغلفة سياسيا. مغلفة سياسيا. احنا شوف احنا نتمنى يفرج عن الجميع.